بنات اخيرا اخيرا نوصل شنو غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي كنت كنوعدكم به اخيرا هادو اللي متاح للجميع بلوس غادي نبارطاجي معكم حتى الفيديوهات ديال التيم ديالنا كاملين اللي خدامين معنا في هذا البروجي الدراري غادي نبارطاجي معكم واحد لوبورتونيتي اللي اكسكلوزيف وبريفي وما جيت لك حتى شي بلاصه اخرى وكنتحداك تلقى شي شركه كدير نفس السيرفيس وكتيح نفس الخدمات هاد لوبورتونيتي هاد 4 سنين كانت بريفي وعمر بارطاجينا واول مره تولي بابليك اول مره الدراري غادي يتيحوا للبابليك كامل انه يدخل واحد الاسواق اللي اكسكلوزيف اللي فيها واحد القدره شرائيه عاليه بزاف وممكن تخليها من اي بلاصه سواء ساكن في المغرب الجزائر تونس سواء تعيش في اسيا كنتيحوا لك لوبورتونيتي باش تدخل دوك الاسواق فين ما كنت في الاخر ما كيهمش فين عايش الفلوس غادي نحولوهم لك حتى لعندك انت ممكن تبيع بزاف ديال الاسواق عن طريق بلاتفورم وحده كتتابع كلشي وكنتكلفوا لك بكلشي وكتشوف كلشي ومن اي بلاد انت جالس في العالم ممكن تبيع فيهم وابخي كنحولوا لك الفلوس حتى لعندك لاول مره عن طريق بلاتفورم وحده ممكن تتابع الخدمات ديالك بزاف ديال الاسواق مثلا عندك برودوي في اي دوله في العالم ممكن نهزوه انت حتى لدوك الاسواق وكنتكلفوا لك بالديوانه وكلشي ونهزوه من الميناء وانت حتى للوراوس ديالك وحاجه اخرى تيكون عندك اكونت ماناجر خاص كيعاونك في اي حاجه بغيتي ديرها مثلا تقول ليه بغيتي هذا البرودوي هذا في ديك البلاد تيقول لك قد واصل لديك البلاد انت ما كتقلبش حتى على لوزين ملي تجيبو شحال غادي تجيبو ديما غادي نجيبو لك احسن بري حنايا اللي كنتكلفو كنتسناو ويتصنع كنهزو كنتيو في الطياره ولا الباطو على حسب شنو بغيتي نتايا من ورا ملي كيوصل كنتكلفو بالديوانة من ورا ما كيوصل كنتكلفو انا نهزو من الميناء ولا من المطار كنتيو حتى الوراوس ديالنا نستوك شوف كنتكلفو لك اول مره بزاف ديال الدول كلشي من ا تال زد ستوكاج عندنا الفيلفيلمنت ملي كيجي الاوردر الكول سنتر ديالنا كيطاصو كيكونفيرم الاوردر تياخد لادريسه من العامل كنتكلفو لك بالشيبين اننا نوصلو السلعه حتى للعامل السلعه ديالك حتى للعامل ونتكلفو بالسيرفيس ديال الكاش اون ديليفري الدفع عند الاستلام وناخذو منه الكاش وكل اسبوعين كنحولو لك الكاش حتى لعندك يعني في اي بلاد كنتي في العالم كتبيع في دوك الاسواق بلا ما تبرص براسك حنا كناخذو الكاش ونصيفطو لك حتى لعندك كتخدم سي او دي ولا دروب شيبين راه هذه هي احسن اوبورتونيتي باش فريمون دير الفلوس لان هذه تعطيك لاكسي لواحد الاسواق اللي صعيب تدخل ليها وغادي نوفروا لك كاع لي سيرفيس اللي تحتاج انا غادي نبارطاجي معكم من دابا شويه لي سيرفيس المشاكل كنحلوهم الدراري انا عارف اي واحد يدير الايكوميرس هادو هما المشاكل اللي كيعاني منهم في حياته هادو هو التبرزيط حنا كنهنيوكم على التبرزيط كامل كنتكلفوا لك بهذا الشيء كامل وكنخليوك تركز فيما هو مهم هذا الشيء كامل خليه علينا حنا قادين الاول مره فين ما كنتي في العالم كنفتحوا لك هاد الاسواق هادو كاملين ولكن باش نكون معكم صريح هادو هما اللي محلولين حاليا للجامع اول مره غادي تحلوا هادو بابليك هادو باقينا الاخوان بريفي ولكن عما قريب حتى هما يوليو بابليك هاد الدول هادي كامله كنوفروا لك فيها السيرفيس ديال الكاش اون ديليفري شيبين كلشي ما تحتاج والو الكول سنتر كونفيرميشن كلشي ولكن انا اللي قلت لي نصحني اشنو هو احسنهم ها النمبر 1 هو هادي النمبر 2 هي هادي سمع واحد اللي كنصح به كما قلت هو الدوله هادي هذا الثاني الثالث الاماراتيه الرابعه والخامسه الدول كامله فيها الفلوس والناس ديال السي او دي والدروب شيبين ايديروا الملاير هنايا اللي ما داروا حتى شي بلاصه اخرى الدراري البنات هادو كلشي عارفهم راهم من احسن الاسواق اللي كاينين في العالم لان ما كايناش شي براند من تيصلا حل تما لان علاش عارفه الفلوس كاينه تما ما كايناش شي براند ما كتحلش تما لان تما كاينه الفلوس وانت تما فين خاص تمشي بارك الله هما واحد الدول اللي عندهم القدره الشرائيه عاليه المواطن مرتاح وكيشري وانت حاليا عن طريق الايكوميرس وعن طريقنا حنا تحنا لك الفرصه ان ممكن تدخل دوك الاسواق منين ما كنتي في العالم وبلا ما تدوز في الوراق والصداعات والمشاكل كدوز عن طريق الدراري غادي نبارطاجي معكم لو سيت الموقع في ستوري الجايه لو سيت هو هذا كنصحكم تمشيو لحلول التجاره الالكترونيه هنايا تكليكيو عليها قبل ما تسجلوا تقراو هذا الشيء كامل باش تعرفوا شنو كنوفروا لك كلشي ما بقيتي محتاج والو باش تبيع الدراري الا كنتي كتخدم السي او دي ولا كتخدم الدروب شيبين احسن اسواق ممكن دير فيها الفلوس حاليا في العالم احسن ذا بيست على خاطرش حنا ديما تركزوا مع ذا بيست هي هذه الاسواق هذه حنا موفرين لك كلشي غنقول لك الخطوات في ستوري الجايه ما كتسجل في لوسيت كيتصلوا بك السيلز ديالنا تيدوه معاك تيصيفطوا لك الاسعار والاجمنه وكلشي من ورا ما كتوافق على هاد الاسعار ما كتخلص حتى شي حاجه في الاول كتخلص حتى من بعد حتى كتبيع ملي كنجيو نحولوا لك فلوس كنقطعوا ديالك من ورا ما كتوافق على الاسعار كتسني الكونطرا كتصيفطها في ديك الساعه كيتم تعيين مدير حسابات خاص بك هو اللي كيعاونك يبقى معاك على علاقه في التليفون ولا في سكايب كيدوي معاك ديما هو اللي كيعاونك في كلشي في اي حاجه احتاجيتي
مثلا ممكن تقول لي انا باغي نجيب هذا البرودوي هذا من الشينوا، هو كيدوي مع السورسينغ تيم عندنا كيشوف هذاك البرودوي بشحال هادي قام كلشي، تيقول لك هذا البرودوي هذا واصل مثلا السعوديه ولا عمان ولا البحرين ولا الكويت قد قد، انت كتخلص ما كتدخلش حتى فشي صداع، كتخلى في الصداع ديال الدوي مع لاجون ديالك في الشينوا يقلب على البرودوي قال لي تيقاد هادشي ما كتدخلش فيه، شكون اللي غادي يجي يهزو، شكون اللي غادي يديرو في الطياره، شكون اللي غادي يجيبو، شكون اللي غادي يدوزو في الديوانه، شكون اللي غادي يخلص الديوانه في ديك البلاد، انت ما كاينش حنا كنتكلفو لك بكلشي. كما قلت لك عندك اكونت مانجر كيعاونك في كل شيء، تيتابع معاك الشيبين كي غادي السلعه وصلات، هاد الاوردرات دازو، هادو تكونفيرما، وتما كان عندك شي سؤال ممكن تسولو هو تما باش يعاونك. هو فمناش كيربح ملي تربح انت، هو ما كيربحش الا ما ربحتيش انت. دونك هو الشينا الاخوان اللي شارك معكم حتى فريق العمل اللي خدام معنا على هذا البروجي اللي هو فريق كبير سبعه، للاسف هما اللي ما كانوش حاضرين داك النهار، كانوا خدامين من ديورهم ريموت، ولكن غادي نبارطاجي معكم الفريق اللي صورت هاد الفيديوهات هادو ديك المره ملي كنت في اكادير، غادي نوريكم التيم واحد بواحد تعرفوا عليه. عارف ستوري شي غادي نشارك معكم هذه الواجهه لحقاش كنعند انت ما تبرزش راسك، عندك واجهه وحده كتابع منها كلشي، السلعه ديالك في كاع الاسواق فين كاينه، الكميه اللي باقا، شحال ديال اللي دخلوا، شحال ديال الفلوس شديتي، شحال هادي تشد، شحال باقي لي، شحال اللي باقي جاي خاصو يتحول. هذه ديال الواجهه اللي كتكون عند كلشي ولايف كتابع كلشي اللي طاري، والربح ديالك لايف كتشوفو. شوف لي برودوي ديالك كلشي كلشي، وحتى الفلوس الانفويسز تيتحولوا لك مره كل جوج سيمانات كيف ما بغيتي، بايونير ترانسفير وايز بايبر. اخوان ولاول مره الخدمه دي تولي لايف، اللي بغيت تسجل مرحبا به، لو سيت هو هنايا كما مكتوب هنا، تكتب www.cod.network غادي تسجل، راني شرحت لكم كل شيء الاخوان اللي جيت راه، واللي بغى يخدم مرحبا به وراه كاين ميد اخوان. واحد لوبورتونيتي اللي راه كبيره اللي ما جيت لقات حتى فشي بلاصه، الناس اللي كيخدموا السي او دي والدروب شيبين الا ما بغاوش يديروا الفلوس من الاخر على حقيتاش، واحد لوبورتونيتي اللي اكسكلوزيف ما جيت لقات حتى فشي بلاصه اخرى، حتى شي شركه اخرى، بلا ما تضيع وقتك. وهادشي راه ما تكدش البارح، ربع سنين حنا ديجا خدامين في شمال افريقيا والشرق الاوسط، وديجا هاد الشركه هادي باش خدينا انفلونسر اوف ديير، وديجا فيها ما يفوق 70 موظف بلا قسم الحسابات اللي هو كبير، لان كدوي في الفلوس دونك خاصك تخدم امة الناس في الحسابات. قلت الاخوان راه الشحونات اللي كتصيفطوا كيتصيفطوا معنا حنايا، هادشي راه بلا ما نحسب موظفين توصل، لان الاكثريه ديالهم تيكون فريلانسر كيتخلص، الا وصل ما وصلش ما كيتخلصش، اللي كيفوق العدد ديالهم بوحدهم 600، لان 70% ديال لي باكيج اللي تصيفط غادي يمشيو معنا حنايا. الاخوان ديال الشحونات حنا اللي كنوصلهم، كنمشيو كنوصلهم حتى للعامل، كناخذوا منه الكاش وكنحولوه لك من بعد. راه ديك 30% عندنا التعاقد مع بزاف ديال الشركات اللي يقدروا يوصلوا لمناطق بعيده، ريموت اريا، فهمتي، الجبال، الصحراء، انت ما كتمرضش راسك معاش، ما كتبرزش راسك، انت الاخ ما كتبرز راسك لا مع تعاقدات لا حتى شي حاجه، ولا مشيتي حتى التعاقد مع الشركه، التعاقد مع وحده والتعاقد معها بواحد الثمن كبير، لان ما يقدروش يعطوك شي ثمن صغير، لان حنا عندنا لا ماس بزاف ديال الاوردرز كنقدروا نيغوسيو الثمن، ومستحيل تجيب الثمن باش كناخذوه حنا. شوف نزيدك واحد الحاجه من الاخر، مستحيل تجيب حتى الثمن اللي حنا نعطيوك، وخصوصا الثمن حنا كندخلوا فيه كلشي، ستوريج الفيلمنت، حنا واضحين كنجيو من الاخر، ما كنبقاوش نعطيوك ديك الكونطرا اللي ملويه الناس اللي عاشوا في الدومين وخدموا في الدومين، عارفين المشاكل اللي كاينه في الدومين. انت ما كتبرصش راسك، السلعه مشات مع هاد الشركه، مشات مع هاد الشركه 70% كنوصلوه حنا، 30% الشركات الاخرى ما كتبرصش، انت عندك واجهه وحده كتشوف شحال ديال الفلوس كتسال، كتحول لي كل اسبوعين اربع سنين، الناس اللي خدموا معنا تجي يقولوا لك ما تعطوش عليهم ولا مره ولا زين. دراري خليونا دابا من هذا الشيء، غادي نبارطاجي معكم الفيديوهات. سيمانه هذه ملي كنت في اكادير كنا كنديروا ترينينغ للتيم، لان اول مره غادي نخدموا بابليك، كنا سادين على راسنا اربع سنين الفايته خدامين بريفي، اول مره غادي نخدموا بابليك، وكنت صورت هذه الفيديوهات غنبارطاجيهم معكم. دراري الموت ديال الضحك، شو غادي نقول لك صافي عطيتونا كل شيء، ما بقى حتى شي حاجه اللي تعطيونا البرودوي الرابح دراري. مستحيل هذه القضيه هذه. أضيف إلى ذلك أنا وجحيا وراقي وكاع الناس اللي كيجروا هذا البروجي، سنينا واحد الـ NDA ديال ما عمرنا نخدموا الإي كوميرس باركي. لا هادي معروفه، ما يمكنش تكون لعاب وحكام لعب في نفس الماتش وحكام في نفس الماتش، فهمتي؟ الا تجولي الغش عليها الدراري كاملين كي مانجيو هاد البروجي من قريب ولا من بعيد، كلشي سنا واحد لين دي اي ديال ما عمرو غادي يدير الاي كوميرس، ما حدو كيملك في هاد الشركه. هادشي هاد الان دي اي هذا ديال ممنوع دير الاي كوميرس هو اللي كيخليك تركز انك تعاون الناس. كيفاش كننجحوا حنايا؟ حنا هو ار بيلدينغ بليون دولار كامباني، تنقولوا خاصنا نبنيو شركه كبيره، دونك خاصنا نساعدوا الملايين ديال الناس، دونك حاليا مركزين نعاونوا الناس. هذاك النون ديسكلوجر اغريمنت اللي حنا ثانيين كاملين كبارتنرز، في حاله تحصل شي واحد كيدير الاي كوميرس قولها لي، الا حصل اش كيطرا لي؟ هذه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن نسرب لك من تما، ان الشيرز الاسهم ديالو في الشركه كتحيد وكتقسم على باقي البارتنرز. الدراري هذه المعلومه حتى ما في خبر حتى شي واحد، انا من البدايه ديال 2021 ممنوع منعا باتا ندير الاي كوميرس، ونتحدى اي واحد يجيب عليا ترانزاكشن وحده مشاو لي الاسهم ديالي.
خوت ماشي انا بوحدي، ولكن راه الناس كاملين في هذا البروجي هذا، كلشي ساني داك الان دي اي اللي فيه. في حاله زاولتي الاي كوميرس تحطات عليك ترانزاكشن وحده ماشي جوج، حطات عليك ترانزاكشن وحده كيمشيو لك الاسهم كامل. هادشي علاش باش نبقاو مركزين. علاش مركزين؟ مركزين نقادوا واحد البليون دولار كامباني. وكيفاش كتقاد بليون دولار كامباني؟ انك تساعد الملايين ديال الناس، وهذا هو الهدف ديالنا. وباش كلشي يبقى مركز في نفس الهدف، منع عليا بنادم حتى واحد ما من حقه اجي بغيتي دير الفلوس، عاون لي الناس دير الفلوس. دراري حاليا حياتي كامله كتدور على جوج شركات، كتدور على سي او دي نيتورك وكتدور على يوكان. هاد جوج شركات هادو ما كيربحوش. كيفاش نتا فنا ذكر ربحو حنا في يوكان؟ ملي كتربح انت حتى كتبيع وكدير انت الفلوس عاد كتخلص. دراري كنت بزاف د الشركات في الماضي، كنت مانفيستي بزاف د الشركات، كاين بزاف د الشركات اللي كيديت كلشي، وكاين شركات اللي فيها تخليت على الاسهم ديالي، كاين اللي بعت، ولكن خرجت من كلشي باش نبقى مقابل جوج شركات يوكان وسي او دي نيتورك. سي او دي نيتورك كيفاش كنربحو؟ الا ما ربحتيش انت ما كنربحوش. يوكان الا ما ربحتيش انت ما كنربحوش، خصوصا سي او دي نيتورك الا ما ربحتيش انت مستحيل نربحو. يعني انت خاصك تجيب الاوردر، حنا نتصلو نكونفيرمو لك ما غتخلص لنا والو، وكنخلصو الشيبينغ من عندنا، وكنخلصو لك كلشي من عندنا حتى المنبه، كنخلصو كلشي من عندنا حنايا. ما كتخلص والو في الاول، كول سنتر 8 دقيقه المكالمه الموضه، ما كتخلص حتى شي حاجه. الشيبينغ ما كتخلصوش حتى كتربح نتايا، حتى كتربح وكنجيو نحولو لك الفلوس عاد كنقطعو. يعني الا ما ربحتيش انت حنا ما كنربحو. عندنا هدف واحد مجموعين عليه، هو نبنيو واحد الشركه اللي واحد النهار نحطوها في ناسداك وتكون القيمه ديالها اكثر من 1 بيليون. كيفاش غادي نديرو لها؟ خاصنا نعاونوك انت دير الفلوس، ونعاونو الملايين ديال الناس دير الفلوس. ما كايناش شي طريقه اخرى كيفاش كدير. دونك حنا الدراري شنو هو الهم ديالنا؟ انت دير الفلوس. حنا ما كنربحو حتى شي حاجه الا ما ربحتيش انت. دونك الهم ديالنا حاليا شنو هو؟ تربح انت. علاش هاد السيرفيس هذا وكنوقفوا معاك تنشرفوا كلشي باش تربح انت؟ حنا كنربحو ملي كتربح انت. الدراري على حقش السؤال كيجيني بزاف سيميون نجاوب عليه دابا. الدراري راه ما كاين حتى شي علاقه ما بين يوكان والسي او دي نيتورك. هذه شركه بوحدها وسيرفيس بوحدو بعيد، وهذه شركه بوحديتها وسيرفيس بوحدو بعيد، وما كاين حتى شي علاقه بيناتهم كاع. هذه بوحدها وهذه بوحدها. الدراري كاين اخبار زوينه وكاين اخبار خايبه. الخبر الزوينه هي لونسينا السيرفيس، الخبر الخايبه هي الانستغرام كيتحمل 100 ستوري. انا كما قلت لكم التيم كبير ماشي قد، دونك غادي نبارطاجي المقدمه ديال التيم فاكادير، وغدا غادي نبارطاجي معكم التيم واحد بواحد، نبارطاجي معكم الناس اللي كيجيروا هذا البروجي هذا اللي راهم ناس كثار، وبغيت نعرفكم عليهم صراحه واحد بواحد. تقربوا لهم فهمتي، تقولوا عارفين شكون هما الناس اللي خدامين معانا، شنو كيديروا، كل واحد الدور ديالو في الشركه. حنا راه ما كنخبوا لكم حتى شي حاجه، كنبارطاجيو معكم كلشي وحنا واضح. كما درت مع التيم ديال يوكان تعرفتوا عليهم واحد واحد، واخا كانوا شي وحدين غايبين. حتى التيم ديال سي او دي نيتورك نهار كنت كنصور كانوا شي وحدين غايبين، ولكن غادي نبارطاجي دابا هي المقدمه. وكان وعدكم غدا ما نزقل حتى واحد، راه حطهم كاملين غدا، لان هي المشكل ديال 100 ستوري. غنحط هيستوريا الاولى ديال هادي يبانو كاملين، ولكن غدا ان شاء الله لا باش يقدونا ستوريات غدا ان شاء الله من هاديكم 24 ساعه اللي تمسحوا هادو كاملين، وغادي نجي نعاود نحط هاد ستوريات باللي غادي نحط دابا ديال البدايه، ومن وراها غادي نتعرفوا عليهم واحد بواحد. يو جايز، فين حنا اليوم؟ حنا في لوفيس المكتب ديال سي او دي نيتورك، واليوم حنا مع التيم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. اليوم غادي نعرفكم على التيم واحد بواحد، واخا كاين شي وحدين ما جاوش حتى من جورهم، ولكن نعرفكم. جايز ملي كتسجل في سي او دي دوت نيتورك، شكون اللي كيتصل بك الاولين؟ اللي كيتصل بك هو شي واحد من التيم ديال السيلز، غادي نعرفكم بهم. من ورا السيلز شكون اللي كاين؟ لي زاكونت ماناجر، حتى هما غادي نتعرفوا عليهم من بعد واحد واحد، غادي نتعرفوا على باقي الفريق. دراري بنات نحبسوا هنايا، لان تكمل 100 ستوري الا بارطاجيت الفريق كامل. دونك غنخليوها حتى غدا غدا ان شاء الله، ملي تكمل 24 ساعه غادي نبارطاجي معكم الفريق واحد واحد، وغادي نتعرفوا عليهم واحد واحد. وتبارك الله عليكم، واللي بغى يخدم راه كيفاش يخدم. بزاف ديال الدراري يقول لي اخويا سيمون الله باغي نتعلم التجاره الالكترونيه. اخويا الا كنت الله باغي تتعلم، باغي تبدا هذا الشيء ديال اليوم ما كيعنيك حتى شي حاجه، ولكن الا كليكيتي على البروفيل ديالي الدخله ديالي تلقى واحد اللين، راني كنشرح التجاره الالكترونيه من الزيرو وشرح كلشي. شوف واحد الدوره اللي بزاف ديال الناس ما كانوا فاهمين والو والو، تفرجوا فيها وطبقوا داكشي اللي فيها. حاليا اللي هما بالالاف، ما يفوق 1000 شخص في يوكان مغربي تيبيعوا يوميا، هادو الاكتيف اللي كيبيعوا يوميا وبشكل يومي. شوف راه غير في المغرب، في المغرب وبالمغاربه بوحدهم بلا الدول الاخرين، غير المغرب الناس اللي طبقوا داكشي اللي في الدوره يفوقون 1000 الاكتيف يوميا، وهما راه اكثر من هكا، هادو الاكتيف يوميا فايتين ال1000 كما قلت، غير في المغرب والمغاربه. البلاد الدول الاخرين الجزائريين التونسيين المصريين راه تخدموا بيوكان، لا المغاربه في المغرب عن طريق يوكان كيدوز يوميا ما يفوق 6 ديال المليون ديال الدرهم، ما يفوق 18 صرا في اوردر يوميا. برو
راه الا ما بغيتيش كما قلت لك تكليكي على البروفيل ديالها تلقى ليا تكليكي عليه حاط لك فيديو فيديو كنبدا معاك من ماشي تنبدا معاك بالخشيبات صح بالخشيبات قمه البلاده الى تبعتي داكشي اللي تما تولي ناضي وتبدا شوف الدوره شرحها لك كلشي ما تمشيش تضيع فلوس كتشري شي دوره احسن دوره كاينه دابا في الويب كامل هي ديالي بشهاده الجامع وشهاده الارقام هادو اللي خدموا في يوكان اما اللي ما خدموش في يوكان غادي يكون واحد 10 حتى 20 مره يعني شوف الامباكت اللي درنا تبارك